سألت النهاردة لكل أب ولكل أم عندهم بنت أو شاب عايز يتجوز وبوظوا الجوازة عشان خاطر المهر والمغالاة في المهور، ودي المشكلة اللي بتقابل ناس كتير قوي وعائلات كبيرة قوي. خليني أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ودي المشكلة اللي في ناس كتير بتقع فيها، إن الرسول كلامه كان واضح وصريح. لو في حد جاي لك أنت شايف فيه الخير وشايف فيه الدين، جوزه وبلاش المغالاة في المهور. المغالاة في المهور في الأول وفي الآخر الشخصين بيعيشوا مع بعض وهم اللي بيتبسطوا مع بعض، ولو هم راضيين بحياة بسيطة هيكبروا مع بعض. تذكر ان انت كأب او انت كأم اول ما اتجوزتي كانت حياتك عاملة ازاي؟ اكيد ما كانش عندك كل حاجة في البيت زي ما انت عندك دلوقتي، والحياة ما بتقفش على التكييف ولا التلفزيون ولا التلاجة اللي كام قدم، ما بتقفش على الحياة دي خالص. ولكن عشان ما يكونش فيه فساد في الأرض، وإحنا البشر مع الأسف الشديد اللي بنعمل الفساد ده بالقوانين اللي بنحطها، بالعراق اللي بنحطها، فالموضوع بيبقى كبير قوي. عشان نبسط الأمور، أبسط حاجات بيبقى عندنا أبسط حاجات في بيت. طبعا أغلب الناس بيقولك الناس هتاكل وشي، أو شفتوا بنت خالتها اتجوزت عملت إيه، أو مش عارف ابن عمه راح فين وجاب إيه منين وعشان إيه. الكلام ده كله بيدمر الناس بشكل كبير. يعني دلوقتي لو فرضنا إن أنت أب أو أنت أم، لو البنت انت رفضت ان هي تتجوز وحصل لا قدر الله ان هي انحرفت او حصل اي شيء من المرحله ديت، هيبقى الموقف ايه؟ بل بالعكس، ان هي تكون في ظل راجل، والراجل يبقى معاه واحده ست ان هي ترعاه وهو يرعاها ويخلفه ويعيش ويبقى في ذريه في الارض وذريه صالحه. الاب والام للابن والاب والام للبنت بيكونوا عاملين زي الشخص اللي بيسقي الزرعه بتاعته وبتكبر قدام عينيه. انت لو انت كبرت ابنك او بنتك لحد ما خلصوا جامعه واشتغلوا، المرحله هنا ما وقفتش، بالعكس انت بتساعدهم نفسيا ومعنويا وماديا عشان يقدروا يتجوزوا، وبالعكس وبعد ما بيتجوزوا بتقدر بتكمل معاهم عشان بتديهم من خبراتك، خبرات الاب والام اللي عند الولد وخبرات الاب والام اللي تبع البنت، يديهم الخبرات عشان ينجحوهم ويوصلوهم زي ما بيقولوا لبر الامان. لان دلوقتي احنا واقعين في اشكاليه كبيره، اغلب الناس ما بتتجوزش، واغلب الناس ماشيين من مبدا البوي فريند والجيرل فريند، وهو ده بالنسبه لهم احسن، زي اوروبا وزي امريكا وزي الدول اللي عايشه حياتها وما فيش اي مشكله فيها. واحنا مجتمعات محافظه ومجتمعات قائمه على الدين وعلى الشرع وعلى الحلال وعلى الحرام، فبالتالي لو احنا جينا اختزلنا الجواز والحياه كلها في نشتري ايه وما نشتريش ايه والستاير والنيش واوضه النوم ومش عارف ايه، هتلاقي الموضوع كبر بشكل كبير وبقى فيه صعوبه كبيره، فبتصعبوا الامور على الابناء وعلى البنات. وانا شخصيا شفت زيجات كتيره باظت عشان اسباب تافهه جدا، وفي زيجات كبيره باظت عشان الشقه بحري ولا قبلي، فما ينفعش، لازم نفكر في الكلام دوت. وفي بنات كتير اعرفهم وعدوا السن الزواج 40 و45 و50 سنه وما جوزوش. طب ليه ما جوزوش؟ حرام ان انتوا بتدمروا ابنائكم بايديكم. يعني انت بتبقى عندك الابن وبتكبره وفي الاخر انت بتشوف ده ثمرتي، لازم يتجوز الشخص اللي انا عايزه او لازم تتجوز الشخص اللي انا عايزها، فهي بالنسبه للصوره دي في حد ذاتها مش مقبوله. افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. سلام.